للمزيد من التفاصيل عن حياة وكتابات إحسان عبد القدوس بينضم إلينا من الاستوديو الكاتب والناقد الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان. أهلا بك، ويعني كل عام وأنت بخير. في البداية يعني بداية دكتور يسري، يعني هذا الكاتب الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في الرواية العربية بشكل عام، برأيك إيه الأسباب اللي ما زالت يعني في رأيك أن تتصدر أعمال هذا الكاتب الكبير الكاتب إحسان عبد القدوس قوائم مبيعات الأكثر مبيعاً وتلقي رواجاً كبير في العالم العربي؟ في البداية طبعاً صباح الخير، وبرحب بحضرتك وبالأستاذ محمد وبالسادة المشاهدين، ويعني عام سعيد جديد نتمناه لمصر وللعالم أجمع. إحسان عبد القدوس في الحقيقة كاتب له أبعاد متعددة، يعني لا يمكن أن نتعامل معه بوصفه كاتبا ذو بعد واحد، له أكثر من بعد. فهو الصحافي الذي صنع مجموعة من التحقيقات السياسية المهمة والصحفية، وهو أيضا كاتب المقال المميز، وهو أيضا هذا الروائي الذي صنع إنتاجا غزيرا على مستوى الكم، وصنع أيضا نصوصا نوعية على مستوى جماليات العمل الفني. في نفس الوقت إحسان عبد القدوس هو واحد من أكثر الكتاب الذين إن لم يكن أكثرهم الذين تحولت أعمالهم الروائية والإبداعية إلى إما أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية أو إذاعية. والسؤال المهم في الحقيقة أنه بعد مرور حوالي 105 أعوام على ميلاد إحسان عبد القدوس، إلا أنه رغم غيابه الجسدي في العام 1990 إلا أنه لم يزل حيا في الذاكرة الإبداعية وفي الوجدان العام للثقافة المصرية والعربية. وهذا الأمر في الحقيقة له أسباب متعددة، من أهمها أن إحسان عبد القدوس كانت أعماله تمثل ما نطلق عليه الاستجابة الجمالية لهذا الواقع المصري المتغير والمتحول باستمرار في فترات متعددة من تاريخ الأمة المصرية. فكتب إحسان عبد القدوس عن مرحلة الخمسينيات، كتب عن هذه المرحلة مرحلة الزخم السياسي في الستينيات، كتب أعمالا تتماس مع الانتصار المصري العظيم في أكتوبر 1973. يعني إحسان عبد القدوس مجمل أعماله في الحقيقة تمثل رصدا لمحطات مختلفة في حياة الأمة المصرية، هذا من جهة. من جهة ثانية أن هناك مجموعة من التيمات المركزية تمثل ما يمكن أن يسمى بمركز الثقل في أعمال إحسان عبد القدوس. من أهم هذه التيمات تيمة المرأة. المرأة هي مركز الثقل في أعمال إحسان عبد القدوس، وهناك انحيازات موضوعية للمرأة ودفع في الاتجاه إلى الانتصار لقيم التقدم. وهذا رأيناه مثلا في أعمال متعددة، من مثلا رواية أنا حرة التي تحولت إلى فيلم سينمائي شهير بيحمل نفس الاسم. فإحسان عبد القدوس الذي يبقيه في الذاكرة الإبداعية أسباب متعددة في الحقيقة. هذه الأسباب أسباب موضوعية وأسباب في اختياراته للتيمات التي استخدمها في أعماله الإبداعية، أيضا أسباب أخرى فنية وجمالية تعود إلى التكنيكات التي كان يعتمدها إحسان عبد القدوس في أعماله الروائية والقصصية. ليس فقط اختيار موضوعات مشوقة أو تلعب على هذا الوتر الإنساني، ولكن أيضا وبالأساس أن إحسان عبد القدوس كان يستخدم واحد من التكنيكات المهمة، وهو تكنيك أو ما يعرف بتكنيك الصورة الروائية. يعني يمكن أن تقرأ أي مقطع من أعمال إحسان عبد القدوس، يمكن أن تقرأه فتتخيل هذا المشهد الروائي أو هذا المقطع السردي تخيلا بصريا.